وبأن أخت من أخواتها تدعو على أمها، وأقول لهذه الأخت الكريمة اعلمي بأن العقوق تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي عن الظلم، الظالم أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الظلم، الظالم لا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، وعد الله ووعد الصادق رسول الله، لا بد أن يؤاخذ الله الظالم بأي صورة من صور المؤاخذة، في أي صورة وقع فيها من صور الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي عن الظلم والعقوق. العقوق شر، أعوذ بالله، ما فيش قيمة لأي عمل بتعمله، لا يقبل الله منك ولا منك صرفا ولا عدلا. صرفا يعني إيه؟ وعدلا يعني لا فرضا ولا نفلا. وأنت مرتكب لهذه الكبيرة البشعة، أكبر كبيرة بعد الشرك العقوق. إيه ده؟ تاني كبيرة بعد الشرك بالله العقوق مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. لاحظ أنه جل وعلا قرن البر بالوالدين بإفراده بالعبادة والألوهية، الغاية اللي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. هذه الغاية، بعدها يأمر الله عز وجل ببر الوالدين والأم. يا الأم، ده الأم ده موضوع جليل كبير جميل عظيم. الأم فيه بنت تدعو على أمها، مش ممكن. في ابن يدعو على أبيه أو يدعو على أمه، هذا خسران ومخذول في الدنيا والآخرة إلا أن يتب إلى الله. الأخت دي اللي تسأل عنها أختها إلا لادي لو استطاعت أن تذهب إلى أمها تنام على رجلها، تبس رجلها، تبص رجل أمها، تبص رجل أبيها. ما ينفعش. العقوق ده شر. ستبتلى هذه الأخت بابن أو ببنت لتسقيها كأس العقوق أشكالا وألوانا. وأنا هخصص حلقة إن شاء الله للبر والعقوق، إن شاء الله حلقة كاملة هخصصها للبر والعقوق، لأنه موضوع كبير، موضوع جليل، موضوع خطير. الله تبارك وتعالى قل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى وهما على الشرك والكفر الأصلي لابد من الإحسان إليهما، لابد من مصاحبتهما بالمعروف. إنما والعياذ بالله تصلي، تصوم، تزكي، تروح تعمل عمرة، تروح تعمل حج، وأنت عقل لوالديك، كل ده ملوش قيمة. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا، وأنت عاق لوالديك. العقوق شؤم وشر في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حديث في البخاري ومسلم، حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. مباشرة الإشراك الشرك وبعدين العقوق. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أن شهادة الزور دي مصيبة، يعني القلب بينزف. ممكن تروح قدام محكمة من المحاكم تلاقي واحد بيقول لك شهادة، يعني عاوز شهادة، عاوز شهادة زور ب100 جنيه، ب200 جنيه، ب500 جنيه. يا راجل تبيع الدين، تبيع دينك من أجل 1000 جنيه، من أجل 100 ألف، تبيع دينك من أجل دنيا، وبعدين تشهد شهادة زور وتحلف يمينا غموسا يغمسك في جهنم إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. شهادة الزور مصيبة. يعني وقف رجل، والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، وقف رجل في مسجد من المساجد، تجاوز السبعين سنة، يبكي. كل اللي بيقوله: يا أخوانا يا ناس، شهادة الزور، شايفين لحيتي ابيضت؟ والله بقالي 43 سنة في السجن بشهادة زور. يا الله، شهادة زور، يعني تضيع هذا الرجل، تمحو عمره ويلقى في السجن والعذب لسبب شهادة زور، بشهادة رجل لا يتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى اشراك بالله، العقوق، شهادة الزور. النبي قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فأنا أنصح هذه الأخت الكريمة أن تذهب الليلة إلى أمها
أو في الصباح إلى أمها لتقبل رأسها، لتقبل يديها، لتقبل رجلها، والله لا سعادة لك في الدنيا ولا في الآخرة إلا ببرك لأمك، وإلا بالصلة. الصلة صلة، الصلة صلة، فلا تقطعوا فضل الله عليكم بالقطيعة، ولا تقطعوا رحمات الله عليكم بالقطيعة، وصلوا فضل الله عليكم بصلة الرحم. أسأل الله أن يصلنا وإياكم بهداه، وألا يحرمنا وإياكم تقواه، إنه ولي ذلك ومولاه.